السلام عليكم. برنامج أجين فهم التقاعد هو سلسلة يقدمها الصندوق المغربي للتقاعد، كيشرح من خلالها حقوق وواجبات المنخرطين، وفي كل حلقة غادي نطرقوا لموضوع معين بطريقة مبسطة بناء على المقتضيات القانونية اللي كيجري العمل بها. أما التفاصيل متعلقة ببعض الأمور والحالات الخاصة يمكن لكم تطلعوا عليها من خلال النصوص القانونية والوثائق المنشورة على هذه البوابة الإلكترونية. في هذه الحلقة غادي نطرقوا لأهم الأسباب اللي كتأدي لإيقاف الحق في معاش التقاعد ومعاش الزمانة، أشنو كيترتب على هذا الإيقاف فيما يخص حقوق زوجة المتقاعد وأبنائه، وكيفاش يمكن لهم يستفدوا من هذه الحقوق، وغادي نتكلموا أيضا على إيقاف صرف معاش التقاعد في حالة الجمع بينه وبين راتب العمل. شنو هي أسباب إيقاف الحق في المعاش؟ الحق في المعاش يقدر يتوقف لعدة أسباب كتحددها القوانين المنظمة لأنظمة التقاعد وقوانين أخرى كالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي وبعض القوانين العسكرية. بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية، إيقاف الحق في المعاش كيكون في أغلب الأحيان يا إما بسبب العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد كعقوبة تأديبية كتطبقها الإدارة على الموظف أو المستخدم، أو بسبب صدور حكم قضائي نهائي في حق المعني بالأمر بالسجن لأكثر من 5 سنوات. أما فيما يخص المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، فأهم الأسباب هي صدور حكم نهائي بالخلع أو بالسجن لمدة فوق 5 سنوات أو بالحبس النافذ لمدة فوق 6 أشهر، من غير إذا كانت هذه العقوبة الأخيرة كتخص تطبيق أحكام مدونة السير. وكاين سبب مهم آخر اللي كيهم رجال السير والصف بالقوات المساعدة، هو العزل من طرف الإدارة مع توقيف الحق في معاش التقاعد. شنو هي حقوق زوجة وأبناء المتقاعد في حالة إيقاف الحق في المعاش؟ زوجة وأبناء المعني بالأمر كيستفدوا طيلة مدة الإيقاف من 50% سواء فيما يخص مبلغ المعاش التقاعد أو معاش الزمانة، يعني الزوجة كتستفد من 25% والأبناء من 25%. وفي حالة تعدد الزوجات فهاد 25% كتقسم عليهم كاملين بالتساوي، وكذلك الأبناء. وإلا المعني بالأمر ما عندوش زوجة على قيد الحياة، فالأبناء ديالو منها كياخذوا النصيب ديالها. وللإشارة، إذا أحد الأبناء ما بقاش عنده الحق فالنصيب ديالو ما كيتحولش لخوته. وباش تستافد الزوجة والأبناء من هاد الحقوق، كيخصهم يقدموا طلب للصندوق المغربي للتقاعد ويرفقوا معاه الوثائق المطلوبة اللي اللائحة ديالها منشورة على البوابة الإلكترونية للصندوق. منين كيكون سبب إيقاف الحق في المعاش والاعتقال، فالمعني بالأمر كيمكن له يطالب باسترجاع هاد الحق مباشرة بعد الإفراج عنه. واحد المسألة مهمة خصنا نتكلموا عليها كتخص موضوع الحلقة، هي أن القانون كيمنع الجمع بين معاش التقاعد أو أي إيراد عمري كيف ما كان نوعه كتصرفوا الأنظمة الأساسية ديال التقاعد، وبين الأجرات العمل اللي كتأدى من الميزانية ديال الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات اللي كتملك الدولة في رأس مالها 50% أو أكثر. بمعنى أن المتقاعد في نظام المعاشات المدنية أو العسكرية اللي كيتم الاحتفاظ به في العمل وكيستمر في خدمته أو كيرجع يخدم مرة أخرى من بعد التقاعد في إدارة من الإدارات أو الهيئات اللي ذكرنا، القانون كيلزمه هو والإدارة اللي مشغلاه باش يصرحوا بهذا الأمر المؤسسات اللي كياخذ منها المعاش داخل أجل ديال 3 شهور. وفي حالة عدم تصريح داخل هذا الأجل كيخصو يرجع المبالغ اللي استفد منها بصفة غير قانونية، وكتزاد عليه 5% من هذه المبالغ على كل شهر ديال التأخير. صرف المعاش كيتوقف طيلة المدة اللي كيكون فيها المعني بالأمر باقي خدام، والاستئناف أداء المعاش كيخصو يقدم طلب للصندوق المغربي للتقاعد ويرفق معه وثيقة كتثبت بأنه ما بقاش خدام. وهكذا كتكون الحلقة المتعلقة بإيقاف الحق في معاش التقاعد ومعاش الزمانة وصلت النهاية ديالها، ونتلقاو في الحلقة القادمة مع موضوع آخر.